نبدأ الآن في chapter 4. chapter 4 حكيت chapter بسيط اللي هو المحددات. نشوف الآن شو تعريف المحددة وكيف نحسبها. كنا شفنا أحد الطرق لحساب المحددة، بس نشوف نعطيها اسم العنوانة وكيف نستخدمها، وبعدين بعض التطبيقات، بعض المعادلات الخطية الآنية اللي باستخدام المحددات الديترمنت. أول شيء نشوف الآن ما هو تعريف الديترمنت. الديترمنت المحددة is a number إلى إذا هي رقم associated with an a square matrix. إذا لو كان في عنا matrix مصفوفة مربع، هاي المصفوفة مربع راح يكون مرتبط بها دائما رقم، إلها رقم قيمة. هذا رقم القيمة هي عبارة عن الديترمنت. إذا كون square matrix مصفوفة مربع بكون إلها رقم، هذا رقم هو يسمى الديترمنت. إذا الديترمنت عبارة عن رقم بكون لـ square matrix. وتعريفه طبعا it's a square array مصفوفة من الأرقام المربعة اللي راح نكتبها عبارة عن determinant DTE للـ A. DTE من determinant أو زي قيمة مطلقة لـ A، أو نكتبها DT للـ A. إذن في ثلاثة، إما DET A أو قيمة مطلقة لـ A أو determinant لـ A، بحيث طبعا A هي عبارة عن matrix، A هو عبارة عن square matrix. كيف بشكل عام نعرفها؟ لو كان في عندي 2 by 2 matrix، A هي عبارة عن 2 by 2 matrix، الديترمنت لـ A أو الديترمنت لهي matrix A راح نكتبها بهذا الشكل. راح نستخدم هذا الرمز تساوي، نحط خطين زي متوازيات نفس زي في متوازيات، نحط الآن A B C D 2 by 2 باثنين صفين، في صفين، صف الأول هذا الصف الأول، هذا الصف الثاني، هذا العمود الأول، هذا العمود الثاني، هاي اثنين صف، اثنين عمود، ما هاي القيمة، ما هي قيمة زي ما بتعرفوا، نضرب هاي A في B ناقص B في C. هذا كان عندي 2 باي الان هون. لو كان في عندي 3 ب 3 ماتريكس ما هو ديترمنت الها، نحط الان هاي الخطين مره ثانيه، اي صف الاول اي بي سي دي اي اف جي اتش اي. كيف تحسب قيمه هذا الديترمنت؟ زي ما بتعرفوا طبعا 3 في 3 محدده، نحطه في الصف الاول مع مين؟ مع العمود الأول، صف يعني EFHI ناقص بيشطب الصف الثاني مع العمود، الصف الأول مع العمود الثاني، صف يعني DFGI في يعني ناقص، هنا في B هذا رقم، هنا A، الثالث زائد هذا C، في نشطب الصف الأول مع العمود الثالث DEHI. إذا حولته من 3 في 3 إلى 2 ضرب 2، 2 معروف، 2 في 2 معروف، وتساوي الآن C A، أول شيء A كما هو، وضرب EI ناقص F في H، EI ناقص F في H أيوه، هذا الأول من الأول، الثانية ناقص B D I في F في H، بدنا ننتبه هون للناقص B F في H ناقص B D في I هذا الحد، صف عندي زائد C D H ناقص C في E لان هون G لان هون. إذا هذا الآن كيف حسبنا الديترمنت اللي تعلمناها سابقا اصلا في الشابتر الاول، كيف نحسب ديترمنت 3 باي 3
لما درسنا الفكتور. An indeterminate over 2 by 2 matrix is in this equation is called a minor of the matrix A. لما نيجي بعض التعريفات definitions. الآن لاحظ في عندي matrix 3 ب 3 حولت إلى مجموع إلى مجموع ثلاث مجموع 3 matrices 2 by 2. مرة ثانية كان عندي matrix 3 في 3 حولت إلى matrix 2 by 2. إذا 3 ضرب 3 حولت إلى 2 by 2. عملية تحويل الماتريكس الآن من كانت رتبتها 3 في 3 إلى 2 في 2 إلى اسم الآن هون هي 2 by 2 يطلق عليها الماينر of the matrix A. إذا الديترمينانت each determinant of 2 by 2 in this equation is called a minor of the matrix A. الماينر. إذا ما هو الماينر لأي matrix؟ الماينر لأي matrix هو كان في عندي determinant فرضا 5 أنا بقدر أحولها إلى 4 في 4. عملية التحويل من 5 ل 5 إلى أصغر في واحد لأربعة إلى أربعة الجديد أربعة بالأربعة نسميه الماينر لهاي الآن هون الماتريكس. هذا مثال عندي ثلاثة في ثلاثة حولته لمين إلى اثنين باي اثنين لكن يكون عددهم عندي ثلاثة اثنين باي اثنين هاي الاثنين باي اثنين يسمى الماينر لهاي الماتريكس الآن هون. إذا عملية تحويل من رتبة أعلى إلى رتبة أقل الرتبة الأقل هاي يسموها الماينر الماتريكس. This procedure can be extended to give a recursive definition of the determinant for n by n matrix with minor expansion formula. إذا لاحظ هنا لو كان عندي 5 ضرب 5 هشو بحول أول شيء لأربعة ضرب أربعة بعدين أربعة لأربعة بحولها لثلاثة ضرب ثلاثة وثلاثة ضرب ثلاثة بحول اثنين ضرب اثنين بالنهاية بعرف أحسب كم قيمة مثلاً هون اثنين. طبعاً من خمسة هون خمسة خمسة هون بيعطيني أربعة منهم وكل الأربعة في أربعة كل واحد بيعطيني منهم أسوأ بيعطيني خمسة وهنا كل أربعة في أربعة بيعطيني ثلاثة وكل ثلاثة أربعة آسف وكل ثلاثة ثلاثة بيعطيني ثلاثة 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 بيعطيني ثلاثة 2 by 2. إذا هنا الخمسة ضرب خمسة أول شيء بحول إلى أربعة بأربعة لأكون عدد خمسة بعدين الأربعة في أربعة بحولهم إلى ثلاثة بثلاثة بحسب يكون عددهم أربعة وبعدين ثلاثة بثلاثة بحول اثنين باثنين ويساوي الآن هو ثلاثة. الآن الأربعة ضرب أربعة هو الماينر للخمسة ضرب خمسة ثلاثة ضرب ثلاثة هو الماينر للأربعة ضرب أربعة واثنين باثنين هو الماينر لثلاثة باي لان هون ثلاثة. هاي العملية تسمى لابلاس لان هون ترانسفورم اللي كيف احول اي ماتريكس ان باي ان الى 2 باي 2 في النهاية يعني ان باي ان 5 ب 5 10 ب 10 100 100 مليون مليون بتحول الى 2 ب 2 حتى ارجع في بنتها باستخدام الماينر. هذه العملية تسمى اللي هي لابلاس الآن هون expansion تسمى لابلاس الآن هون الآن expansion. ما هو لابلاس الآن هون expansion؟ هو تعريف it's an expansion هو امتداد determinant A of the n by n matrix. It is an expression for the determinant A هو عبارة عن معادلة أو علاقة للديتيرمنت الـ A لماتريكس n by n that is weighted sum of the determinant of n submatrices بحيث يكون في عندي عبارة عن مجموعة من الـ n submatrices أو ذات الماينرز of A each of side n by n times الآن هون إلى n. إذا عملية التحويل n إلى n minus n n minus n تسمى الماينر أو عبارة عن sub الآن هون matrix. الآن نعرف تعريف الآن
CIJ الآن scalar IJ فعندي the IJ cofactor is called the scalar CIJ. إذا في عنا نعرف الآن CIJ. CIJ هو عبارة الآن الI cofactor of the matrix A is a scalar CI and هون J. إذن CIJ تساوي to the power I plus J بMIJ. ما هو الMIJ؟ الMIJ هو عبارة عن الMIJ is the IAJ minor of A. هو الماينر لمين؟ رقم الIJ لأن هون الA. و determinant i.e. the determinant n by n matrix that results from deleting the ith row and jth column of A. يمكن مش واضح الآن بعطيكم الأرقام بكون أوضح شوية. ما هو الـ MIJ؟ هو عبارة عن راح يطلق على اسم هو الماينر للديتيرمنت A. لكن كيف بدي احصل على الماينر؟ نشطب الصف الاي مع العمود جي. شطب الاي العمود اي مع الصف الجي بيعطينا ماتريكس. اذا كانت ان باي ان تصبح ان ناقص واحد في ان ناقص الان واحد. شطب الصف الاول مع العمود الاول زي ما شفنا الان هون. لاحظ هون شطبنا الصف الاول مع العمود هنا شطبنا الصف الاول مع العمود الاول هم نسميه ام 1 1 هون شطبنا الصف الاول مع العمود الثاني هون اي تساوي 1 وهذا العمود الثاني جي تساوي 2 هم نسميه ام 1 2 هون شطبنا الصف الثاني مع العمود الثالث اللي هي ام 3 3 اذا ام 3 3 والام 2 والام 1 1 هو عبارة عن ماتريسيز حصلنا عليهم من 3 باي 3 رتبتهم أقل 2 باي 2 كيف حصلنا على M11؟ شطبت الصف الأول مع العمود الأول الـ M12 شطبت الصف الأول مع العمود الثاني الـ M33 M1 شطبت الصف الأول مع العمود الآن هون الآن الثالث هاي الماتريسيز الناتج من شطب صف مع عمود ماذا يطلق عليها؟ نطلق عليها اسم الآن زي ما شفنا هو الـ cofactor نطلق عليها اسم الماينر لا أم لا إلي اسم الماينر إذا هذا اسم أم كلمة الأم ام اي جي الام كمخوذ من كلمة الماينر تذكر والماينر دائما تذكر الماينر لاي ماتريكس بشطب صف مع عمود يعطيني ماتريكس او ديتيرمينانت طبعا رتبة الى اقل في واحد هذا الان الام اي جي اللي هو عبارة عن الديتيرمينانت لما شطبت صف وعمود من اي الى الماتريكس لا تسمى الام والاي الاي ترمز للصف والجي لعمود الان في عنا طبعا الماتريكس الجديده كلها السي اي جي اللي هي 1 ضرب اي بلس جي في ام اي الان هون الان جي. إذن ناقص واحد تبقى I plus J لهذا السبب في عنا هون الزائد لأنه ناقص واحد تبقى 1 plus 1 تساوي واحد هون ليش سالب لأنه ناقص واحد تبقى 1 2 تساوي ناقص واحد وهذا ليش زائد اللي هو ناقص واحد تبقى 1 زائد 3 ويساوي واحد إذا ليش بلس والماينس بلس 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 سبب إنه هذا ناقص واحد
to the power i plus ln 1 ln j. الآن لابلاس إكسبانشن معطى بهاي الديفينيشن إلها الآن هون الآن هذا هو الديفينيشن. لقلنا طبعا مثال كمثال لو خلنا ماتريكس A هاي ماتريكس كان هاي بترتب 3 يضرب 3 وطب determinant A can be computed by using the Laplace expansion along one of the its rows or columns. بالمناسبة الآن هون انا حسبت الماتريكس هون فوق عن طريق الاول والعمود الاول عمود الثاني عمود الثالث. انا بقدر استخدم الصف الثاني مع العمود الاول عمود الثاني مع العمود الثالث. بقدر استخدم الصف الثالث مع العمود الاول عمود الثاني مع العمود الثالث. ده مش شرط دائما استخدم الصف الاول لايجاد طبعا الماينرز لهذه الماتريكس او قيمتها. استخدم الصف الاول او العمود او الصف الثاني او الصف الان هون الى الثالث. لهذا السبب في عندنا ال سي اي جي هو ناقص 1 تو باور اي بلس جي في ام اي جي. اذا بقدر هون الاون اي هون الصف والجي هو العمود فبقدر استخدم اي صف أو الاول والثاني والثالث او مع العمود الاول العمود الثاني وعمود الثالث. لأن لو شفنا ما هو الإكسبانشن من خلال الصف الأول لـ هاي بي هل افترضنا هاي طبعا A أسف هاي ماتريكس A هاي A ديسيرمنت لـ A عن طريق الصف الأول. الصف الأول أول نضرب فيه في الماينر. ما هو الماينر الآن الواحد واحد الماينر للواحد واحد نشطب الصف الأول مع العمود الأول ضل 5 6 8 9 ناقص 2 في الماينر 4 9 6 3 زائد 4 8 5 الآن هون الآن 7 8 تحسب هذا الآن كل واحد منهم بيعطيني الجواب الآن هون النهائي. لما بقدر استخدم بدل الصف الأول صف الثاني لو استخدم الصف الثاني لان هون لشو لازم اشطب الصف الثاني بدي الصف الثاني مع الاول الصف الثاني مع العمود الثاني الصف الثاني مع العمود الثالث. هذا الصف الاول مع العمود الاول لكن اول الواحد لان هون ناقص اثنين اسف هون باستخدام الاسف العمود الثاني بقدر استخدم العمود الثاني هون اللي هي الـ A هي الـ كانت الـ A شو تساوي هنكتبها 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا حكيت الان بقدر افك هاي الديتيرمنت اما استخدم الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث أو العمود الأول أو العمود الثاني أو العمود الآن هون الثالث. لو استخدمنا باستخدام العمود الثالث إذا بهاي الحالة العمود الثاني أسف شو بتعمل؟ بشطب العمود الثاني بعدين الماينر للاثنين والخمسة والآن هون الستة. الماينر مرتبط في الاثنين ومرتبط في الخمسة ومرتبط في الثمانية. الماينر ارتبط في اثنين بشطب الاثنين مع الصف الاول وين تقاطعوا؟ الاثنين. اذا الصف الاول مع العمود الثاني تقاطعوا الاثنين طبعا هذا ارتبط قيمته هو واحد واحد هذا واحد اثنين هذا الصف الاول في العمود الثاني اثنين وناقص واحد هو ثلاثة من جموعهم يعطينا ناقص اثنين. اذا هنا لاحظ المستخدم العلاقة التالية انه الان ناقص واحد هو اي بلس جي كم اي واحد وجي ثلاثة واحد زائد ثلاثة واحد زائد اثنين اسف اي واحد اي تساوي واحد وجي تساوي اثنين ثلاثة ناقص قوة ثلاثة بعطينا كم عنا ناقص في الام اي جي ما بالام اي جي الام الام ناقص ام في الون تو كما الأول تبصب الصف الأول مود الثاني الصف الأول مع العمود الثاني
شوف صفي عندي 4 6 7 9 زائد 5 بشوف الماينر 5 5 شو هذا عباره عن 2 في 2 2 زائد 2 شو بعطينا 4 ناقص 1 قوه 4 1 اذا زائد 5 هذا ام ام 22 ام 22 بشطب الصف الثاني مع العمود الثاني صف العمود الثاني بعطيني 1 3 7 9 الاخر شيء هذا الان شو رقمه الان هنا 1 1 و 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 هذا 3 2 3 زائد 2 5 اذا يعطينا سالب 8 في بشطب الصف الثاني ثالث مع الصف الثاني مع العمود الثالث هاي الصف الثاني مع العمود الثالث بصف عندي 1 3 4 6 ومجموع الديتيرمنت هون الاي هاي كله ايه كله يساوي الان هون الان 0 اذا هون انا بقدر استخدم اي صف اي عمود حتى اوجد الان هون الان الديتيرمنت اذا لو طلع ما هو الماينر لرقم 8 الماينر لرقم 8 في هاي الماتريكس اللي شفناها ما هو الماينر لرقم 8 الماينر له هو عبارة عن الماتريكس ام لرتبة هذا وين شو موجود هذا في اي صف الصف الاول الثاني الثالث الصف الثالث في اي عمود العمود الاول العمود الثاني اذا ام 3 الان هو اذا الماينر لثلاثة 2 1 3 4 6 الكوفاكتور للثلاثة واثنين للثمانية الكوفاكتور للثمانية ما هو كوفاكتور اللي هو سي ثلاثة واحد ناقص واحد قوة ثلاثة زائد اثنين في ام ثلاثة اثنين هون عندي ناقص واحد قوة ثلاثة على اثنين اذا هذا هو الماينر رقم في الان هون الديتيرمنت وبحسب الفوق كوفاكتور لاي رقم في الان هون الديتيرمنت اذا بشوف الماينر للاربعة او ماينر للتسعة الماينر للتسعة ما هو الماينر للتسعة هو عبارة عن الماينر بشطب الصف هذا ثلاثة ثلاثة بشطب الصف الأول الثالث مع العمود الثالث هذا وين شو هذا موجود اللي هو في الصف الثالث مع العمود الثالث التسعة إذا بشطب الصف الثالث مع العمود الثالث بصف عندي واحد اثنين أربعة خمسة هذا هو الماينر والنقل له اللي هو سي ثلاثة ثلاثة سي ثلاثة ثلاثة إذا ما هو سي ثلاثة ثلاثة الكوفاكتور اللي هو ناقص واحد قوة ثلاثة زائد ثلاثة في أم ثلاثة ثلاثة ناقص واحد قوة ثلاثة ثلاثة بعطينا موجب والأم ثلاثة ثلاثة بقرأ اشطب في الصف الثالث مع العمود الثالث يعطيكم واحد اثنين الآن هنا أربعة خمسة هذا هو الكوفاكتور لرقم تسعة إذا لكل انتري او مدخل في هاي الكمل في هذا طبعا الديتيرمنت راح يكون لها كوفاكتور والها الان هون الان الريمايندر هذا طبعا بالنسبه لي هاي اللابلاس الان هون الان الترانسفورم طبعا ما بعرف انتو في عندكم خيارين الان اما بكمل هذا الشابتر الان او بخليه محاضرة يوم الاثنين نيجي نلتقي اذا كملت الان اليوم خلاص يوم الاثنين ما بعطيكم محاضرة بس اذا ما كمل او هلا بوقف لحد هنا وبنرجع نكمل يوم الاثنين ما بعرف شو رايكم شو رايك اكمل الشابتر بلاش ننتقل يوم الاثنين ماشي نكمل هون زي ما بدك دكتور ماشي خلينا نكمل اريح بلاش الاثنين خلاص استراحه يعني خلينا نشوف الان الليفي سيفيتا
سيمبل ليفي سيفيتا سيمبل، هذا السيمبل ليفي سيفيتا. سيفيتا هو اسم شخص شخصيا، وهذا رمز له ليفي سيفيتا سيمبل. ليفي سيفيتا سيمبل يعطى رمز ابسلون مثل الشكل او هذا الشكل. طبعا احنا نحتاجه للديتيرمنس، بتحتاجه مستقبل لكميه لحساب بعض الكميات. طبعا ليفي سيفيتا سيمبل هو رقم قيمه، قيمته اما زائد واحد او ناقص واحد او صفر. والليفي سيفيتا سيمبل في له ما يسمى الان انديسيز، انديسيز لما انديسيز، وانديسيز هو جمع كلمه اندكس، هون انديسيز مجموع انديسيز اي جي كي الى ان، قيمته اما زائد او ناقص واحد او صفر. هذا بيشبه الدلتا اي جي اللي هو كونيكال دلتا، هذا يشبه في رمز يسمى كونيكال دلتا. اذا هذا كونيكال دلتا، دلتا اي جي له قيمتين اما زائد واحد او زيرو، زائد واحد اذا كان اي تساوي جي، إذا كان I لا تساوي J، هذا يسمى كونيكال دلتا. في عنا رمز آخر أعم منه ليفي سيفيتا سيمبل اللي هو له أكثر الـ I و J indices، هنا أكثر من إندكس اللي هو 2 أو ممكن N، إما زائد 1 أو ناقص أو 1 أو 0. متى زائد 1؟ إذا I will J will N as even even permutation of 1 2 3 الى ان، لهم even permutation. يعني permutation عمليات تبديليه هي زوجيه. لان ناقص واحد اذا كان عمليه التبديليه بين الارقام فرديه، هذا يسمى ناقص واحد. و زيرو اذا repeated index، تتكرر اكثر من مره نفس قيمته، الجواب يساوي زيرو. اذا زائد واحد إذا كان عمليات تبديلية زوجية بين هاي الانديسيز، ناقص واحد إذا كانت العمليات التبديلية بين الانديسيز عملية هي عددها فردي، زيرو إذا كان الان هون الان اتكرر. لا شو مقصود في الايفن بيرموتيشن؟ الايفن بيرموتيشن عبارة عن عملية، طبعا ايفن تعني زوجي، بيرميتيشن تبديلي عمليه تجميعيه زوجيه. شو تعني؟ هي عباره عن عمليه لاعاده ترتيب الان هون الارقام الى وضع طبيعي، ترتيبها الطبيعي. الان لو كان في عندي فرضا مجموعه الارقام مش مرتبين ترتيب طبيعي، وقال لك رتبهم ترتيب طبيعي من الاصغر الى الاكبر، تقصير تبدل بيناتهم، عمليه التبديل هذا الان بشوف كم مره بدلت. إذا بدلت عدد زوجي، هذا يسمى عددهم، عدد تبديلات عدد زوجي يسمى even permutation. وبالتالي ليفي سيفيتا سيمبل زائد واحد، إذا عملية التبديل بين الأرقام هي عددهم وعدد فردي، هذا يسمى odd permutation، وبالتالي يكون عندي ناقص واحد. إذا odd permutation consists of an odd number of transpositions of، إذا even permutation هو عدد زوجي من عملية إعادة تبديل، لأن هنا الانديسيز مع بعضهم عملية نقلهم بحيث يصبح والترتيب لأن هون الآن طبيعي. طبعا هذا كل بيوضح دائما بخلال المثال. نأخذ المثال التالي. لو كان في عندي n تساوي 3 3 dimensions، الأبس طبعا انك انت تساوي 3 هون، مقصود انت تساوي 3 هاي اي جي كي الى ان هو 3، الابسلون 1 2 3 كم قيمته؟ زائد 1. ليه زائد 1؟ لانه ال 1 3 ترتيب طبيعي، اذا زائد 1. ابسلون 2 1 3، ال 2 1 3 هاي ال 2 1 3 هل مرتبات طبيعيا؟ لا، المفروض يجي الاول قبل الاثنين حتى يصير ترتيبهم طبيعي. الآن كيف بدي 2 1 3 أحول ترتيب طبيعي؟ فقط عملية واحد، بنقل واحد لهنا، عملية النقل واحد قبل اثنين أصبح عندي، لاحظ كم عملية تحريك عملت أنا؟ واحد، عملية واحدة، عملية واحدة نقلت الواحد هنا، الواحد هو odd
إذن هو قيمته ناقص الآن هون 1. لو نشوف الآن epsilon 3 1 2 قيمته زائد 1، كيف زائد 1؟ هاي 3 1 2 هل مرتبط طبيعي؟ لا، بدي ارتبطه بترتيب طبيعي. كيف الترتيب طبيعي؟ أول خطوة بنقول الواحد قبل الثلاثة، هاي العملية الأولى. بعدين لسه بدي أعمل كمان حركة، شو بدي أعمل؟ بدي أنقل مرة ثانية الواحد هنا، الاثنين آسف، هون أنقلها ثلاثة، ما في مشكلة. بعد ما حرك اثنين وثلاثة بدل مواقعهم أصبح 1 2 3، هاي عملية رقم اثنين. كان عندي عملية واحد زائد واحد كان عندي اثنين، عملية العدد، عملية تبديلية عدد زوجي، إذا زائد الآن هون الآن واحد. إذا هذا مثال على زائد، مثال على الزيرو هذا لاحظ ال 1 1 يتكرر مرتين، إذا مباشر يساوي زيرو. ال 1 1 1 1 كمان يساوي زيرو، هذا repeated indices الآن هون زائد. إذا لو كان عندي epsilon 1 IJK ال I ممكن تكون 1 2 3 وال J 1 2 3 وال K 1 2 3. الآن إذا الإندكس تكرر كل صفة، بس اللي ما تكرر هو يكون عندي epsilon 1 2 3 2 3 1 3 2 1 زائد 1 2 1 3 3 2 1 1 3 2 دائما ناقص الآن هون 1. كيف بتثبت إنه زائد 1 ناقص 1؟ هاي الأرقام برتبها ترتيب طبيعي، هون برتبها ترتيب طبيعي، بشوف كم حركة بعمل. إذا عدد الحركات موجب، عددهم موجب، أي آسف even، أو مجموعهم طبعا even نفس الشيء زائد 1. إذا عدد الحركات عملتهم odd أو مجموعهم odd، عدد الحركات معطيني ناقص، الإندكس تكرر معطيني 0. لأن لو نحسب ما هو epsilon 1 2 5 3 4 هذول غير مرتبين ترتيب طبيعي، الواحد 2 ترتيب طبيعي، الثلاثة الأربعة طبيعي، لكن عندي الخمسة مشكلة فيها، شو بدي أعمل؟ بدي أحركها هون. يعني كم حركة لازم أتعدى؟ أعمل حركتين، أول شيء بعد الثلاثة بعدين بعد الأربعة، إذا هاي حركة وهي حركة، حركتين عملت، حركتين إذا زائد الآن هون 1. لكن لو نشوف الآن 5 1 2 3 4 كم قيمتهم؟ الآن 5 1 2 4 3 5 1 2 4 3 هاي كمان عددهم لاحظوا أنا مش مرتبين ترتيب طبيعي، 1 و2 طبيعي، لكن 4 جاي قبل 3 وهي 5. بصير أحرك الأرقام، أول شيء حركنا الواحد هون حركة واحدة، بعدين شو عملنا؟ حركنا الاثنين هون، بعدين حركت الأربعة أصبح عندها، بعدين حركت مرة ثانية الثلاثة، وبعد حركت الثلاثة هنا أصبح عندنا ترتيب طبيعي، 1 2 3 4 5 عملت 5 حركات، إذا ناقص هون واحد. أنت حاول شوف ما يفضل epsilon 2 6 1 7 10، يعني مش شرط تكون نفس كل الأرقام موجودة. الآن هذا كان يساوي epsilon 1 2 1 6 1 7 10 كم ويعطينا؟ خليها الآن في 10 9 هو الأفضل يعني. شوف يعني بتعيد ترتيبهم بحيث يصبح 1 2 الترتيب الطبيعي 6 7 9، تصير حركة باقي الأرقام بحيث تحصل على الترتيب. شوف كم حركة بتعمل، إذا even عدد الحركات even، زائد 1 إذا odd، ناقص الآن هون 1. لكن لو ما هي epsilon 1 1 2 9 7 9 5 4 3 1 هذا مباشر يساوي صفر، لأن الواحد كرر أكثر من مباشر يساوي كان هون 0. الآن اللي بيسوي ذا سمبل بقدر أستخدمها لإيجاد
طبعا ما قيمة مصفوفة بحسب هذا القانون. بس الآن هذا الإكزامبل لكم فقط، لأن هنا مش مطالبين فيه، بس أنا هذا القانون العام بقدر أستخدم إيجاد الديتيرمنت باستخدام ليفي سيفيتا سيمبل. بس أنا بيهمني تعرفوا هذا ليفي سيفيتا سيمبل أبسلون أي أي جي شو يساوي الآن هنا. الآن بس هذا طبعا القانون، لو كان 2 باي 2 سهل نطبقه القانون سميشن اي تساوي اي ابسل اي جي اي 1 اي 2 جي، بدك نعمل سميشن على الاي والجي، بعطيك هاي الحدود كلهم. ابسل 1 1 بصفر، ال 1 2 1 2 1 ناقص 1 2 2 بصفر، بصفر عندي هذا هو الديتيرمنت. لو حنا ال ان تساوي 3 هاي ان تساوي 3 بعطيك ابسل اي جي كي. الآن راح يعطيك طبعاً الأبسل أي جي كي هاي القيم المحتملة، بس أنا مش تفاصيل فيس مش مهمة كثير. بس هنا أنا بهمني لحد الآن، لحد الآن شو بهمني في هذا الشابتر؟ أول شيء تعرف الماينر وتحسب الكو فاكتور لرقم في ديتيرمنت. إذا نعرف ما هو الماينر، ما هو الكو فاكتور لأي رقم في determinant. كيف احسب determinant بهمنيش، استخدم الطريقة اللي بدك اياها، بس لازم اعرف الماينر والكوفاكتور، وكمان اعرف الـ هذول انا مطالبكم فقط فيهم في هذا الشابتر تعرفوهم الان هنا. المطلوب الاخر كمان اللي هو مهم بالنسبة لنا في الفيزياء اللي هو applications، بعض التطبيقات، انه الان كيف الان بعض التطبيقات على الديتيرمنت. لو كان في عندي من الهوموجينيوس سيستم اوف لينير ايكويشنز، شو معنى هوموجينيوس سيستم اوف لينير ايكويشنز؟ في عندي معادلات خطيه، نظام من المعادلات الخطيه المتجانسه، شو معناها الان ال n by n؟ هذا هو الكتاب النظام عندنا، هذا هو عبارة عن سيستم نظام من هوموجينيوس لينير إكويشن. شو خلينا نشوف شو معنات الهوموجينيوس ولينير. هوموجينيوس كل حد في X، كل حد موجود في X، هذا معنى هوموجينيوس، كل حد في X. هذا الآن لاحظوا كل حدود في X، ما في حد، وكلهم بعدين يساوي صفر يساوي صفر، كل معادلة يساوي صفر. كل حد من كل معادلة هو طبعا في x، سواء x1 أو x2. هذا معنى هوموجينيوس. شو معنى لينير؟ لينير لاحظ الأس لكل x دائما هو واحد، واحد أس ثم x1 x2 xn يساوي واحد. هذا طبعا n by n، ما n by n ليش؟ عدد المعادلات n، هذا الصف الأول، صف الثاني، صف الثالث، والعمدة الآن هون الآن n. هذا الآن في n الآن هون homogeneous system. إذا هاي عندي n equations، عددهم n equations، عدد المعادلات equations، عددهم n equations، لكن منهم من n equations بحدد، بقدر أشكل determinant اللي n ضرب n. أول شيء الآن هاي المعادلات يوجد إلها non-trivial solution. في non-trivial solution، non-trivial solution هو عبارة عن حل غير بديهي. شو المقصود non-trivial solution؟ إنه الآن مشكل، طبعا في حل هو trivial لtrivial solution، في أنا يسمى trivial solution، حل البديهي إنه كلهم x1 تساوي x2 تساوي x3 وتساوي xn كلهم بصفر. إذا لو كان كل القيم X هنا بصفروا، كلهم بصفروا، الآن شو بنحكي؟ إنه trivial solution. بس هذا ما بهمني، أنا بهمني solution ما عدا على الأقل واحد من هذول لا يساوي صفر، على الأقل إذا واحد من هاي الإكسز لا يساوي صفر يسمى non-trivial solution. الآن
نرجع للانفنشن للهون n by n homogeneous system of linear equations has non-trivial solution. ما بكون عندي non-trivial solution مع الأقل واحد لا يوصل صفر if the determinant of the coefficient is zero. إذا كانت الآن المحدد لهذه المعاملات شو يساوي صفر. مع السؤال بفيدني لو كان في عندك هنا 100 معادلة طلب منك أوجد حل x1 x2 x100 على طريقة الحذف والتعويض. لأن بدك هلا أحيانا ممكن ما يكون في عندي solution. السوليوشن الوحيد هو التريفيال كل مصفر ما في عندي non-trivial solution. وإذا حاول قبل ما أحاول أجيب السوليوشن شو ممكن أنا هنا أشوف هل في السوليوشن موجودة أو لا. لازم أعمل تشيك. إذا السوليوشن موجود بحاول، إذا السوليوشن مش موجود ما في داعي أحاول. مين اللي بيخلي لي يمكنني إني أحاول أعرف في سوليوشن أو لا هو الديتيرمنت. بحسب الديتيرمنت كوفيشنت إذا كانوا صفر إذا في نون تريفيال سوليوشن ببلش أحل. إذا الديتيرمنت كوفيشنت لا تساوي صفر ما في سوليوشن ما في داعي الآن هنا أحاول أوجد ما هو السوليوشن. إذا هاي اللي عندي المعادلة بحسب الديتيرمنت لهم الكوفيشنت A11, A12, A1n صف الأول من هون للمعادلة الأولى أي الصف الثاني معاملات المعادلة الثانية صف الN معادلات الآن هون N بحسب الديتيرمنت. إذا كان الديتيرمنت تساوي صفر في non-trivial solution. إذا الديتيرمنت لا تساوي صفر no trivial solution. إذا كان الديتيرمنت تساوي صفر لا إذا كان الديتيرمنت لا تساوي صفر then the only possible solution is a trivial. إذا الديتيرمنت لا تساوي صفر الوحيد اللي هو كل هاي المعادلات هو التريفيال. شو بقصد التريفيال؟ كل قيم x كلهم يساوي الآن هون صفر. إذا لو طلب مني الآن هون عندك هاي معادلتين two equations طلب مني الآن هون check افحص الآن whether the following system has non-trivial solution. شوف الآن هل هذا non-trivial solution أو لا. يعني ما عدا الأصفار بحسب determinant هاي المعادلة الأولى وهاي المعادلة الثانية. الصف الأول معاملات المعادلة الأولى شو معاملات x هون 2 معاملات 1. هاي معادلة الصف الثاني هي معاملات المعادلة الثانية معاملات x هون 1 ومعاملات ال y هي ناقص 1. إذا 1 2 1 1 ناقص 1 بحسب determinant بعطيه ناقص 3. هذا شو تعني؟ إذا لا يساوي صفر. إذا مستحيل ما في. إذا الحل الوحيد لهذا المعادلتين ما هو x تساوي y تساوي صفر. هذا هو الحل الوحيد. مستحيل ألاقي أرقامين خلاف الصفر إذا x والy هاي المعادلة. هذا المقصود فيها إن trivial solution القيم x وy يحققوا هاي المعادلتين هم أصفار. ما في عندي قيم الآن هون الآن ثانية. بس ملاحظة ثانية بننتبه للموجب والسالب. هنا سميت x1 x2 x3 بس بدل x مسمية x1 هنا بدل x1 هي سميتها x وبدل x2 هي y. هاي الآن مجرد اختلاف الآن هون رموز. بننتبه كمان نلاحظ كأنها تكون بلس بلس إذا الماينس لازم تقضى بين اعتبار الآن هون. إذا لو كان هنا الديتيرمنت تساوي صفر بلاقي قيم x y ما عدا صفر بس هون لا ما بلاقي ما في. التطبيق الأخير اللي هو على هذا الديتيرمنت هو non homogeneous system of linear equations. non homogeneous systems of linear equations إذا أظهر عندي non linear non homogeneous. لسه بنحكي عن linear خطية الباور لx هو واحد لكن non homogeneous مقصود non homogeneous في حد ما في x أو y أو z أو هكذا. Then, let us start with the system of two equations with two variables. نبدأ في معادلتين نظام في فقط معادلتين. Cramer's rule for solving system of the two equations. هاي طريقة الحل لهاي الآن non-homogeneous system of linear equations بستخدم determinant وبوجد solution اللي هو تسمى Cramer's rule. إذا ما هي كرامرز رول؟ كرامرز رول هذا اسم شخص. كرامرز رول هي عبارة عن قاعدة لإيجاد
non-homogeneous system of linear equations. لاحظ في الهوموجينيوس أنا ما بعطيني الديتيرمنت حل، الديتيرمنت في الهوموجينيوس بحدد لي في حل ولا لا، في non-trivial أو في trivial ما بحل لي إياها. لكن في non-homogeneous لحسن الحظ الآن هنا أنا بقدر أستخدم الديتيرمنت وأوجد ما هو السوليوشن للنون-هوموجينيوس إيكويشن باستخدام كرامرز رول. خلينا نشوف الآن مثال على 2 dimensions. هاي عندي معادلة أولى، هاي معادلة ثانية، a11x a12y تساوي k1، 21x زائد a22y تساوي k2. هاي طبعا لينير لأنه الباور x قوة واحد وy قوة واحد. نون-هوموجينيوس ليش؟ لانه في عندي هنا k1 وk2 ما فيهم لا x ولا y، اذا ما في لا x ولا y نون هوموجينيوس غير متجانسه. الان كرامرز رول تمكنني ما هو قيمه x y، كيف تقل اعطي لي قيمه x y؟ قيمه x هي عباره عن dx على x والy dy على y. ما هي dx وما هي d وما هي dy؟ الان d هي determinant الآن للكوفيشنت يساوي صفر. شو بعمل؟ بحسب. كيف بدي احسب دي؟ بفترض K1 تساوي K2 كم تساوي صفر، تصبح A11 في X زائد A12 في Y تساوي صفر، في الـ A21 في X زائد A22 في Y تساوي صفر. بحسب الديترمنت لهم، لازم لا تساوي صفر. إذا ما هي دي؟ هو determinant لما أعوض non-homogeneous term بالأصفار الـ k1 و k2 تساوي صفر. هاي دي، ما هي dx؟ dx لان هون هي باجي على نفس دي، بدل الـ a11 والـ a12 العمود الأول بعوض k1 و k2 سميها dx. ما هي dy؟ برجع للدي اللي عندي، بدل العمود الثاني شو بعوض K1 و K2 بيعطينا ما هي دي واي. إذا ما هي دي اكس هو replace the x coefficient with the constant بالK1 و K2، ما هي دي واي replace coefficient واي بدل constant ال K1 و K لانهود. إذا بدل هون ال A1 و A2 بعوض K1 و K2 ومن بوجد لانهود solution. لتوضح أكثر شيء دائما في مثال بالأرقام. هاي عندي معادلتين لينير لأنه x قوة واحد ونون هوموجينيوس لأنه في عندي هون حد هون هذا حد لا في y وهذا حد ما في لا x ولا y. بستخدم كرامرز رول إيجاد السوليوشن. كيف الآن؟ أول شيء بوجد الديترمنت دي، ما هي دي؟ بنسى هذول مش موجودين بعتبرهم. بصف عندي واحد وثلاثة ناقص اثنين، كم determinant؟ ناقص واحد ناقص سبعة لا يساوي صفر، إذا كم لا يساوي صفر؟ بكمل. بعدين بحسب هاي دي، دي اكس، دي اكس الآن برجع هون، بدل ال1 و2 شو بعوض ناقص أربعة ناقص ستة، بحسب determinant 14، برجع للدي واي بدل الواحد والناقص اثنين هون بعوض ناقص أربعة ناقص ستة، وجدت يساوي صفر determinant. إذا x بعطيك dx على d بتساوي ناقص 2 والy تساوي 0. إذا هنا x أعطاني كان تساوي ناقص 2 والy تساوي 0. طبعا كرامرز رول لازم determinant d لا تساوي 0. لو determinant d لو كان d تساوي 0 لا ما بقدر أقسم على d. لاحظ في عندي مشكلة بكون غير معروفة إذا ما في solution إلى هنا. إذا في الحالة اللينير في حالة الهوموجينيوس لازم ديتيرمنت يساوي حتى يجوا في سوليوشن. في حالة الآن النون هوموجينيوس الديتيرمنت لازم لا تساوي صفر حتى يكون في عندي سوليوشن عكس بعضهم. ومثال الأخير لو طلب مني solve the system of the equation using Kramer's حدد لي هاي عندي معادلة أولى معادلة ثانية معادلة ثلاثة هي ثلاث معادلات. إذا الديتيرمنت تكون 3 في 3 أول شيء بحسب الديتيرمنت دي بس بفترض غير موجودين الآن بصف عندي معاملات هنا الصف الأول 3 ناقص 5 4 الصف الثاني
واللي هو 2-1، والصف الصف الثالث 2-3-2، بحسب قيمتين من 2-37. بعدين بحسب دي ماي دي اكس بدل هذا الصف، بعوض 5-0-3 بعطي 74. الدي واي بدل هذا شو بعوض؟ 5-0-3 بعطيني. والدي زد بدل هذا الصف بعوض 5-0-3. هاي لاحظ هون، هاي دي زد هون، هون بخلي دي نفسه، لكن اول شيء هنا دي اكس بعوض هذا الان الكونستنت، الدي واي بعوض في الصف بالعمود الثاني كونستنت، وهنا الكونستنت. اذا فقط بصير ابدل في العمود في دي الان هنا بكونستنت، بعطيني ماي اكس واي وزد هاي القيمه. اذا هذا الان بالنسبه لي هذا الان هون الشابتر رقم 4. اذا المطلوب منه تعرفوا الان الماينر والكوفاكتور لاي رقم اللي في مثال ماتريكس الاثنين. نعرف نقطه مهمه جدا انه اذا كان في عندي لينير وهوموجينير كتب اللينير ايكويشنز في عندي نون تريفيال سوليوشن اذا كان ديتيرمينت كوفيشن تساوي صفر. الان واذا كان نون هوموجينيوس لينير ايكويشن بقدر استخدم كرامرز رول لايجاد السوليوشن، لان كرامرز رول بشرط الديتيرمينت الكوفيشنت لازم لا تساوي صفر عكس الان هوموجينيوس هوموجينيوس لينير لان هون الان ايكويشنز. لا تشابتر بسيط ما فيهوش اشياء معقده. كيف تحسب الديتيرمينت؟ انا بسيط الان هون تقدر تستخدم الطريقه اللي بتناسبك الان هون. اذا هيك ممكن انهينا هذا الشابتر الرابع، راح نوقف لحد هون. اذا اليوم زي ما في محاضره، نلتقي ان شاء الله بعد العيد، وكل عام وانتم بألف خير.